كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره. أنا لو كنت دفاع وكفى إذا لا نرى بيقو إنت أكيد بشيخنا السؤال ده ما نحن قوي سؤال كلا يدو سو ديمين حتى أنا يعني متفال بالي وحي كلام قد دي نيسان علم الله يدو قي نيسان بساعد كتسي كسك يا شيخ شيخ أمال رحمه الله تعالى حفظه الله أبي يستوي حقوق كله جمعة فتاوى أسبوعية بكله فكهذا سألني بحي رمضان كتب أحسن انت ابو شيخ ان شاء الله تعالى نبينا انه كجواب شيخ سعيد سؤال شنو هو الرسول دور الرمض بس كسارن هاي وحاول لي هاي قفك الصوم ان وعدوفتي سلقه صوم كما كتبوا راي مد لبان حاول لي هاي او تعال احسن الكي سابين قفك مركو سحورته وحي كهرو دو صباح الدين اقول لكم بحي وحده ميسا سنسدحات وحيالنا أن تقن لو لهين أما عائل أن لأقولين إن أقفك أقول لكم صنك مكبر ينسيدا شرم باقوتك أما دقاح باق علو شيء سقوتك أما بر باقك شيء الحمد لله السادة واسد أحمد السلام السادة هو الرئيسة عن نوف تاضو صنك بجريس حتى أنت أفقى كو أروريسو مركي كوس النقطة هذا ركسي سمع صلى الله عليه وسلم وعن نفتور اللقاء السنك وحبوه وغلد أما سيعير آير غدين حاكاين حاكاذك مجرد قشن كذا وعليس كتورا مدرس تاسي السنك وحبوه لبي ميسو هذا يرها الرادو يرقون تو يرير كعن نفتور قيل ايانا وحوه وچهين كقويو ايو والله يرقرو ريا marka loo aruuriyana hal mar baba lagu yar qoyaan dibaato ma laha waxa la baynaa arintaas oo ma saasho qaybta labaad waxa ilkaha dhaxdooda galay laba jeer dibaato ma laha ogaan laa wixii aan uufta raaca dibaato ma laha waa macfi way caafis weeye wixii aad celi istiraahdo oo aad celi weydo kaafa kada adoo dareensan kaafa kadana isna dhibaato ma laha laakiin adigu waa isku dayday inaad celiso oo dareentay maxaa soo haray waxaad celin kartay oo aad dareentay oo aad tiri dhib ma lehe meel dhexay maraysa ayaa haska sii socda wax dhimanaa buubuuxin ee aad tiri kaasi haddii dee wax ilay qaban kartoo la taaban kara uu yahay soonka uu jabinayaa wax bannaanka aad ka keentood niqday kama duwana su-aasha qaybta saddexaad wixii jirinka la mariye ee la liqo oo khiyaarkaaga aad ku samayso ama dhagax ha noqdo ma wax la cuno ha noqdo caadi ahaan loo cuno haddii uu dhuunta u gudboo dhaafo soonka uu jabinayaa laakiin wixii khiyaarkaaga aan ku marin ma jabinayo haddaad ugu dhagax liqdo dahab yar baad wadatay waa lagu qabtay waxaa tidhi hadhow baad dad baa moogtay waxyaabaha qaarkoodoo la dhoofinayo kontrabanka aliqa soomaa oo daraq baad siisay dhalinyartuna waxay sheegeen waxaa la bartaa markii aad sira iyo waxwado falaash iyo waxwadato lagu qabto oo waa la liqaa isaga dhan falaash bu u s b buu liqay soonka waa jabaya kasadaa u liqday haddana kas u liqin oo kaa uwadbatay soonka ama jabaya sidaa adigoo shaqaysanaya bahal daqsiumaba daraad guduhu galayba laa yukalifu llahu nafsan illaa wusaha kaasi wax kaa tanbatayo wax duulaya baa darab ku yidhi khiyaar la-aanta ilaahay addoomadu waxaydan awooday kuma kalifo kaa bilaa khiyaarka ku galay soon kaa jabin maayo wabillahi tawfiiq jazaakallahu khayran sheekh saaidka wuxuu leeyahay aniga u malaynaya inay qoraxdi dhacday baan afuray waxaa kaloo raacsan anigoo u haysta in waaga uu macnaha soo bari anigoo u haysta in cawo la joogo ayaan saxoortay soonkii labadaa jeerba muxuu yahay xukunkiisa
الحمد لله مسألة على وقع يبود مد با خلاف كهذا عرسية مد داه هبين بعد كشرتي إن قرح ذي العري واجب بري ماذا نقول واجب بري ماذا نقول ولينا هبين تهاد مودي سي وات صحوراتي وحبات عنتي كدي بعد وقعتي واجب نو بري دبعت مرها مرد الجاهل كاهي دبعت مرها ما كان يسودك قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر صحابة قال من الفجر جمد لكم مجر آيدي هو يسودك مركو روح يسودك حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حرق عادي حرق مدو حرقي وقاتين لبعا حرق ومن مدو يمين عبو بركنت صحابة قال كمدا قشدين واسكعونا لبعا حرق بفرياء وكلا كرتو مالك دمو نبو شري مدو يسكا قوتي سيداس نقول خص به يعني إنك العريض والقفا مرك نيو سبب يدمن أنت هيس كله خلاص كا وحولي وحلوتشي ده الله ولا حريج ملوي عدين كا مقدجة هذين كا يفتين كا وين بريجيس كاسة وحسودك تجوا كلمة دنا من الفجر كدي بيسودك بس كيسون كي قضايا دي وقضايا الله ما ده الله بعد الأصل بقى وما كان على ما كان أصل كونو شري وهي سبين كي واكو جرا وانا عوني كرتا الى هذا هو بسات وايلو بريه ما كان رخصة شرعية هاي ستي تاسي واسداس تاكالة با خلاف كيدو ادقيا هاي نصوص صريحة وكو اصحن انو قرام مايا نصوص اللقاء فهم ايالي الى هذا معانا وكلا دوان اصل كو حيا هايد مالين واجب كاو وحوها ان هذا وحبا عوني الى هذا هو بساتو ان وقتك اللي قاري tan maalin bay ahayd cunadu xaraam bay ka ahayd waxaad ku afuri kartay inaad xaqiijiso qaababkii lagu xaqiijinayo lagu hubsanayay ay qorraxdu inay dhacday ama aadaankii lagu kalsoonaan jiray oo sharciyuna yiri aadaanka ha lagu soomo waana lagu afuraa ama asbaab kale ama dad lagu kalsoonaan karo hadaba waxay yiraahdaan laba suura aniga raajix ila in la kala qaado hada adigu isaga maraysay amaaraadkii sharciiga ahaana aadan waxba raacin saa isaga cuntay baasha aad ugu hariinaysay cuntada ugu fakfakanaysay daruurana cirku wuu lahaa taban waqti baa lagu afuraay xilligana joogna saacaday qoraxdu dhacday isu dhadhow waqtiga aan laba gaarin adana aadan maqal waqtiga la afuri jirayna aan la gaarin والله المدوغ وان ام راينا يا انا ترى ان مركه هرب حرق لو هي اده هدا بحثنيه يا فرتي اديغا تقصير يا غبوت فلسمي تقصير كاغي يا غبوت فلكاغا ادو وا ضيعلي واجب كاغينا يا شرع وحنباري ماي قضا لغا دونيا هدي لكن مؤذن باكو خلدي وقتي وا دوا نمبا سو سلالي وددكي و ادامي ادام بو كفتي ددكنا ادام با شرع و فري اني دغيستان وصلاته إلى السوق قالين وذلك أنه هو المحيرين الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن إمام كنا وحب السورية الضامين كي هي صلاة ضدك أنا الصحة والسير الربيع التقي مؤذن كنا وحال لقوا آمني وقت يد السوق قريتان كودا وحكم هذا المغرب كي يقرح لنا إلى هذا هذه أمارات شرعي ها والراعي قفكو يا عصتانه شرعي ويري وقت قبل لقوا وقان كرا way dadkii amaaradihii calaamaduhu raaciye laftoodu khaldeen qofkaas cudurdaar sharci u leeyahay oo soonkiisu kama jabayo qowlka tafsiirkaas aniga ila raajixsan wallahu aalam saash ma qayb ay dhiman zaka la fara shaq sayl ka kale leh diga ilkaanka ka yimaado oo cadi iyo wax la mid ah macnaha uu yimaado qofka soonka ka gurinaa أنا هو علي يستي كي سيد معنا دي كي مالي سوى صوما الحمد لله ديك شركة كي مادة لما أنتي مركا لغا الرئيب ديك أموش إيا كان عادة صونك ما تشبيا لما لا صونك تشبي سكريا ديك إلكا كي نحو لمدي هاي نبر باكو قدعي لبتا الميل كدو فاتي كعانتا بير كاسرتي وحبال كعانتا ميل لغا قلايا وحلغا ساري dhiig baa laga qaaday irbad intii la yimid baa dhiig baa qof u shubtay ama ayaa dhiig lagu baareeyay laga qaaday dhamaan dhiig ka yimid waan
waxyaabaha soo dhaan ilkaha labadihii dhiig kaa yimid waayo sida saxiixa ah xadiidka sheegaya aftar alxaajimu waalmaxjuum waa mansuuxo waagii hore way ahayd laakiin xadiid ka dambaysay baa nasakhdayo fatxu maka iyo markii maka la furanayay ahayd kaana ka horo ghaswatu muuta buu ahaa wax ka horeeyo nabigu jacfar bua wuxuu ku yihi jacfarna makayn furashadeedii ka hor buu dhintay oo ku shahiday dagaalkii ghaswatu muuta ahaa shahaadaan u rajaynaynaa marka taa maadaama la nasakhay dalaandalkii iyo toobinkiibay la mid yihiino toobinkuba waa la tobay oo waa la jeexay dhiig kaaga yimid waxba kuma yeelayo kaa ilkaha ka yimid wuxuu kaaga jebin karaa inuu hoos dhunta ugu dhaadhaco caday keliyana ma ee xataa ilkaha haddii la dhaqo haddii irig lagaa saaro haddii irig la buuxinayo haddii irig laga shaqaynayoon dhuunta hoose waxba u dhaadhicin soonkaa waxba yeeli mayso intaan wax gaadheen soo intii markaad weysaysanaysa biyaha tu laguluqaysa ma wixii dhuunta u dhaadhaca laakiin baa soonka jabiyo billahi towfiiq jazakallahu khayr sheekh saciid oo waxaa ulen lahay maalin ramadaan haddii qofku uu iska go-aansado inuu iska afuro waxbaana ma cunin laakiin niyada wuxuu ka go-aansaday inuu iska afuro waxbaana ma taaban soonkiisii qofkan ku jiraa waxaa kaloo raacsan dhegta wixii kaa galo soon ma cunaa alxamdu lilah masalada dhegtu dhegta wixii galay hadduu hoos iyo dhuunta u daadago soonka wuu jabinayaa wax khiyaarkaaga ahaayood wax ka qaban kartayna uu ahaa hadduu wax ka awood badan ahaa ama aanu hoos dhuun u dhaadhicin soonka waxba ma jabinayo dhaadhac aan ka hadlayno waa dhaadhac cayntii iyo oo wixii laad ili qaban karta uu dhaadhaca wey inaad dareento dareenka maaha biyahan qabo weyd afka gelisay waad dareemi kartaa dhuunta waad ka dareemi kartaa inay dhanaan yihiin biyuhu inay macaan yihiin inay qabow yihiin waad dareemi kartaa waxaa la ogol yahay cunnada in la calaliyaa la ogol yahay raashinkaad karinaysay ama gabadhu karinaysay inaad ilkaha ku qabata waad la ogol yahay maxaa dhacay xageed geysay ilkahan soo kuwaad luqanaysay cadaygaba geenaysay un maaha raashinka markaa carabka saarta waa la ogol yahay waad dareemi kartaa inuu cusbana yahay iyo in kale kaayadinka ku qabatay iyo ruugtayna waa dareemi kartaa inuu bislaada iyo in kale waa la ogol yahay laakiin hadduu wixii dhacaan muuqdo la taaban kara dhuunta hoosu maro soonka waa kaa jabaya tanina waxay bay lamid tahay oo wax la taaban karo hoos hadduu u dhaadhaco khiyaarkaagana ahaa soonka waa kaa jabaya haddii kale maya su-aasha qofku hadduu niyoodo inuu iska afuro soonkiisa waa jabaya wa inama alacmaalu biniyaat wa inamaa likulli imriin maanawa qof walba wuxuu niyooduu leeyahay haddii niyadani cibaadaadkuna niyo la-aan ma asaxaan markii horeba niyada waxa shardiga looga dhigay waxay ahayd cibaadada iyo caadada in la kala saaro qofkan maanta cunnada iska daayay caafimaad waa isaga dayn karaa wuxuu cunayo wuxuu cabbu waayena waa u dayn karaaba cibaadada iyo soon iyo ilaahay ka cabsiga iyo cibaadana waa u dayn karaa maxaa kala saaraya niyadda lidaalika niyadda markay culimmadeennu qeexayeen waxay yidhaahdeen ujeeddada laga leeyahay niyadda maqsuudu hatamiizu lilcibaada mima yakuunu shibhahaa fi lcaada cibaadada iyo waxa u egee caada iyo dhaqana in la kala saaro niyaddaa lagu kala saara waad weysaysanaysaa wejiga dhaqaysaa markaad weysaysanaysa weyse wejiga u dhaqayso iyo markaad wasakh iska nadiifinayso iyo markaad oo hurdo kasoo toosay wejiga dhalxan iska dhaqayso iyo markaad waxoogay wejiga nadiifinayso ood kaamera hortegayso ood meka marsanayso intaba soo weji dhaq maa tii weysada ahayd ee ta kale waxaa kala saaray niyadda waxa kala saaray waa niyadda saas darteed niyaddaasaa laf dhabar arkaanta iyo tiirasha soonka ahayd tiir haddii la waayana soonkii waa buraya wabillahi towfiiq jazakallahu khayr sheekh saciidka wuxuu leeyahay haweenayda waxaa leeyahay ninka haddii maalin ramadaan uu haweenaydiisi u tago kafaaraha ku waajibaysa waa garanay laakiin haweenayda haddii iyadu raalli ahayd maxaa ku waajibay alxamdu lilah ereyga haweenayda haddii raalli ahayd wuxuu tilmaamayaa ma la qasbay mise lama qasbin gabadha soonkeeda horta ma jabayaabaa ka horeysa hawo gabadha haddii la qasbo maxaase ahaato ama xoog si kale xaaraanaha loo xoogee soonkeeduna ma jabaya waxbana kuma waajibayo oo qof la qasbay cafis weeye wuxuu sameeyey nabigana cala slam wuxuuna yidhi ina allaha tajaawaza liummati can ilkhatai waalnisyaani
وما استكره عليه حلو قصبي وعافس قال لما حد لو قصبه كوي رود قال لما قد واقدا لو قبلين كبر هذه القصبه بركه ما حاصه تا ما يعني هانن وحوب لو تغاي ونفت ادو عاصب ستا اما لا قصبه صوم كيدي با اجره كفاره اسك بدد كفاره محل واجب له صوم بابا جلين هذا رانك اهي صوم كواجب يرد قضيه انا ولا غرب كفاره يدنا ما لا غرب بس هلكا كفاره هو مساله بالبدل السوق قبتين يدي الصوم مهلكا كفاره لبدا واجب نك النبي عليه الصلاه والسلام الرسول كنا يحاس كيدي با نتغي مال رمضان هو وان هلاك سبي نبي وحو يري لحن مال موت صوم وحو يري ما سومي كرم وحالي لحن مسكين قول اطول حريب علي الهرد وحو يري ما بديهي ما يمهلي كرم وحالي لحن مال موت صوم ما هو ذوير لحن مسكين قول علي انا بوحك بلا بوحك اريق هذا وحالي تبكش ترهاب من بعد مسكين قوديا نبي وسكعك فريستي قل يا راشن صدقاء ولا وليم النبي راشن كي بسيه وحير هايا مساكين اسكس قال مسكين كاسيا ندير سوبر فنيد بول لا لا بوره ده بدو هرا را كان انت ودحايس قف كان مسكين سبا كو بره هو ياسيا نبي تو مصاوا قصلي بيقول القاره غير كان اسي سبا اور غير كان اسي مركه قفكي لما دهي حاس كانينا كفارة واجبت يا لمن دهي هل كاسي فقه هذه من الاسخرافينه قلوا حين هذا واحد الله بقى المصير هل كا كفارة كفرة وشافعية ذي النيو وحي قوان اما انكم بقى كفارة واجبت بين الفاعل والمفعول بقى لك الاساري ساقا واحد كان ايو واحد واحد دونتين او ايساقي سيدا اللوي سيدا اقبالان تهي waxa wax raacda istay wax raadiyo oo rag soo ma ragba wax raadiyo caayirsan saga meesha keenay qolana waxay ilaadeen maya labada soonki waa ka jabay jimaacina waa sameeyeen ninki soonba ku waajib hadii lagu yiri iska garan way haweentina waa qiyaaso iyana kafara ku waajib way aniga waxa ay la saxsan fuqadeena shaafiicida sida ay qabaan waa in halka kafara ay ku filan tahay wabillahi tawfiq qabaa laakiin labada waa laga rabaa جزاك الله خيرا يا شيخ سالك قبل العلم مالي تورن قفكي هردو صونك مكجبا سيدا دلتك مع حبيبك ورنا شقي مالي تورن وهو داي كصونك وضو مجبايا وحاك الله رأسا قفكي أي بيها شهوالا من ميلاد أي كاتي مادو أسوق الضمر الجنبية أما أفلان وحيالا متيفي وكفيري سيدا أي بيهوي مالا صونك اسمه قرأي الحمد لله قفك مالنتي هنا هردا صونك السعدي والنيودي هبينكي وصحي هردا يا والد اسكم مدمع هردا وقف عقل لو قرشني سجوكتو لكن هدا هردا نفط عيكم ما قد هيوا نفطي بقى لقاتي مالا لقيو مالا يكون ما قد هيوا لذلك هذا هكا هردا وكا دون كاد وريتو انت هردا وهاد ليس وشقينا إسا وحبات كانت دبرة إسا أما علانا ما نوضى الكترتا وانا قريدا يرمي دي اللي يرهدو لب ينافو حاد كترتا وانا عاقفكو فاني يكموه وركا ما هي حاد كسوغانتا هذه رمانتا نام دقال بيد باكانا مالي سألك تادو فاني يكو برمان لها تقول يا حبو هايستي وركا ما هي وحلا عركي وحبو هاي وحلا عركنا ما وحلا طالان كرم ما وحلا مقري كرم ما inta tirada uu ku aktiifay maanta runa dagaal baa ku jiray qof dagaal baa ku jiray awara baa tirada adiga maday soo rogayay wa caalam kale caalam aakhara weeye barzakh iyo qabuurti way ku waay qofka hurdadu soon kama jirayso su'aashu la wada sheekh waxay ahayd qofkii meel ah qofkii ay shahwadu ka timaado saw gacan isagaba keenine waxa la leeyahay shahwada iska keenay wixii qofkii sabab u noqday wadaalka fuqadeena فيلم كان وقتي ودي هورا ما جيرينه لكن في التفكر بيديه جيرين واحد مو كفكري اما في النظر واحد مو في يري لا قف النظر سبحانه وتعالى في ذيك الايه حتى انت لا ادو حفيريسو انا ادو حو فكرته وحو يفك سو يراهدو
هذا سببه وحي هذا هو سبب الله تعبان كنا كل هذا هاي وهذه السدة كل من مسؤولية دلالة قاضية ما قرر رمضان كوح فرسي قام مالنتي هل يسكد داي هذا اللي نحبه إنك صلاة هل تبدا القرآن كاخس قال له ده الله بريح لك السحور إلهي وحن هذا الدعوانا إلى هل يسكد داي وهذه السنة إن شاء الله مهي كان لقري سيري وانك عبادي ترمي لذلك وفساد داير وفساد خلاق دي واحد معطي بان يشيرني وحلو ان حتى كدر ودي بن الوان شريبويكم ما ربع وقد حشون اي سحتا اي دومته اما اي كور وليتي هان جيرتي عده غلي سنه لو غاد حتى شانه ما جيب كو ودا جيرتي سي لي تليفون كشانه ما ودا حتى عيالك سيخ دا تيرارو او بوستها لا اسكو دو نرك لا دبيو هوس بوستها هوسي سا لا شيدار فرد يا شانه بي تي في بو كدا ولا يبر دعل ما كان حبابا بايدا سو غلايو إله الله يا أبو إله الله عبد الله صوف أنا سهل أنا يرى وحن جلني يجاني الله دعوانا يا رزق ده يبلا يدوم. إيه جزاك الله خير. سألت وحلي هاي قف المسافر كما دام اللي قلت لي إنه سفره معنا أنتوا سفرتوا جوا المسكافو سوى أخرون بما أنت حافظ لي ميت وده اللي يصير وعفر صنعه. إيه مو بنات هاي ما انت عندنا هو شيء صار صار الحمد لله ورطه بس كعادي وماش نعيل كي حسها الورقة وحاسك الاسم على هذي مهدان تقوى عادي بالله ورحمة والله يا ويو رقي الدوم أربعة حتى هذي الدالية هي مركي سؤال يا جوابتي يا شاكر الرقي الدمر أحضر التماضي طبقا نحن تحكى والله كعبة والله والله قصر باب ناسي باب سهلا منو صحيح وانكراتيو قف دعلا المالي قف مشغول صحيح مالي قف والبمركي وحلالي حتى كي تشاتن كتيري مركي شاكر اللي جو يو جو جو التنشي كم يشاء الله هيو حدي العقل لغا شاكين يا الله ما هيو حدي كرسي يتشغل لغا شاكين يا الله ما هيو حدي التعليل لغا شاكين يا الله ما هيو halka sheekadu ma gashay attention ku 100% marka barbar su'aalahaas yar kala fog fogeeyo marka yar daalaha hadii la yiraahdo 20 su'aalood oo rag iyo dumar ku saabsan baa jirtay miska joojinna mise waa tukanaa oo mise waa tukanaa soo wadna baa 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 toba su'aalo oo soonana ma way dheeraatay inuu tukii baa lagu dhigay marka waxaan wajahaynaa qof kasta والله أقبل إنه أفرى ومسافر حاسك يسوي الله سبحانه كتاب مسافر حاسك يسوي الله سبحانه تزمن عقرب ومريض عن سوء بكري ما سوء بكرم معناه هذا ما ما مريض عن كرم ما أو درين كي ما له ما وقف كستا لا كستا الله أقبل إنه أفرى عندنا يقبلنا عليه صرنا عن واجب كوهين وحي كلام أبو بناي سفر الله سبحانه سفر بكسر قريه ويعفرنته أمور بقى وحين نكون كرتا قف نجليس أوربا نكون كرتا مريض أو فراي نكون كرتا كبر الصومن صوم كانوا كتشي يا ما بنان يا صوم فر الله صومن إنه كتشي يا الله ما هو قرا ما بنان وادم لكن حتى يعفرنته صنع فرية هاي دي صوم بواجب كما عمانا صومنا وحي كلام باب فرية هاي واحد وبالله التوفيق جزاك الله خير شيخ ضد كقار أو حي المسيحين إن وقت رمضان كو بالله وكيلي مثلا لما تنكو بوه الرئيسو إن وقت هو لا صحورتو لكن مرتي لقى طبعا كتبو إلى الواقع وكي سفرية يسوه هدي وحف خوة أختيك صلاة على كل جود على دكش طبعا كنا عزيزة تقع في صبيا حكم قوم جوي صوم قوم جوي الحمد لله صوم كالسحور توا صوم كصوم كمتى هاي ما بين عسل محيط السحر فإن في السحور بركة سحورته سحورته بركة كشرت صنع سحورتنا وعين السود يبدقه لكن دي وقتك الصلاة دي اللي قريرا موه شبهية شكل بيس قارسيو انت عن شبهة اي شكل قال قارين وحي كهر رأي ان سحورة اللي دي بلغا في عن
رمضان كوردن يهدان حلي عن رمضان هاينا تصوم قضاء أما النذر أما صناع سوميسو مرر بسحور لسحورته سحورتنا اللي ديب نقا وناكسا ديب نقا عينا يكد لنا ينين إن واقي كوبريو أما صلاة السوح وصوه كشاساسا صناع قيب تهوري إن أهد الله مريانا صناع دي ويخلاف سنتهاي قيب تهدن بواقي بسو بريا لطلو من الصح معهنا دي هذا الوحسيح انت واقي بسو بريا صنع كارو مع الصحيو وبالله توفيق. جزاك الله خيرا يا شيخ. سالك كلية كنت الماما اللي كنت اتاخذ شيخ لي مقالي القطار وقت وضع بين رمضان كم قال وقت طويل يعني مالك اهدانا كيري وين وقت قاعدين على صومو ما اللي سوق كرا وقتك معناها الا وكسوة جامعة انا ماشي اسك جوجل الا ان نحن بيرون قرات وقت طويل يعني نحن بيرون قرات وقت طويل يعني اللي قاري يعني هنا اسكع فرو اسكع من اسكعه حلي هذا هو من اسكع انا اسكع صوم الحمد لله سواء شلون كنت جواب على المغربية انا هاد سوقف كري وايا وافوري كرا وقتي كرا وقضاين كرا ومعلنتي يا ظروف تساوي وسهل انت هنا وقضاين يا سواء شهر او اسود شهر بالله توفيق شيخ ذات كقارب روحي سميان المساجد اذا قال حلي رمضان كبسام حلي كرماها ان صلاه وقت جدول الجارين اي سي ادم مركا لصحوته صلاه الصبح ادم كنا مولو ادم هنا بين اهل الجارين يا يتمدى في عمل لوات ده وقت اي سي ادم هنا احتياطا ودلالي عرفها كوا سؤال كما يكون رامينا يا سنبوز وحالي الوافو اللي بجيب اروح كريا ويسد الوجبنا الحمد لله سؤال شهورة طبعا كلام ده رأى صون كالله سمايا لفتو ذي كتر تا وقت إمساك لي رأي سمايا ده دار بيكا تهي وددك يو وحبونا يينا واو بريكي سوسو قليل يو حيو ده حيسي عن وقت التوانشان يتوان دقيقا حلقة سحورتو لما عطب إيه حلقة صلاة دو سوقش كلام ده غضنا مرر بدن إليك إمساك باطوار كيسان حلقة أفكال لقبصان لا عمد لتشوتين لها وي صلاة لما قالي ضدك السمعي يو دادال بيكا تهي يا ضدك انت اللي تشي تنطوي وابو كوبريو صن لاينا كل علم لكن واجب معها واحد طبان دقيقية شاهد طبان دقيقة انا صن مري سحورتها اللي ديب لقالا حي تشبين بيسو وبيحولي بميسو لكن قفكو واجب كماها انو ارنتاس عنا دا كتوشي واجب كماها اذان كدام بي الفجر كل يوم الصوب قال إلا آدم أي واجبة صحابة قال كل يوم الصحورة يا هدي مؤذن آدم وحيد يشيرن ورا مخلط غي من لما هدو آدم ويشوش يشيرن وحيد الشهيد اللي صاحبي لو مر قاتب عن هاي ناوي مؤذن ووقتي وها قال يري كي هو رشك يبان كقبي بس وقتي ولي قري كل هذا كده بجيبين لو مر قاتب يشوش ابن عمر يا رجل يا رجل يا صحابة الله عليهم وهذا بري جيسة أما آدم كوهو أما ساعد كوهو أما إيش على ركتي ذي كوهو بيعنا ذو حرام كم نقطة لقول تشوتشي يعني كورة ذو حوي يرتشوتشو عبسي كعبسي السنة ذو حوي ما يسو دم بيه بدعنا ما هو بالله توفيق الله ود بشر جميع سامبوسكا 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 سواش سامبوسكو والسموس القصب ما هي الجير الوسمية كلهم بلو سمين كرا خضار بلو سمين كرا هيب كرا لو سمين كرا حتى نوع لو سمية لكن والله يا با هي الجيل إنه أبدية نقع كصومالي ذا والله يا با هي الكجيرة السموس كلا لو سمية ويسير لو تشبيه ذا عنتان ويسيست ما بقى نصار صم بيكسر غنتها هاي إلا يهرب غير مكوي سيسنا أو يريها وذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع في شرح مسلم الله أبو كهل هاي هو المسألة هذه دليل كي نص كالنبي يا شرع قال له أيوه هرب كغير ويسد إنه تبيع الصحن ماذا كي يقول ما قب أبو يري صدرت من هذا كمرق القرآن والرواية مذهبي وهي ماذا كوحها أبو سوب ورنيا كتب تنكرنا شرعيان محاس صح صن مذاهبتي خلافتي وكذا هذا يا وحو صح يا اختيارات كيسة إنه يويسد الشبيان مركه هلا جو يسيس تخير الله يسيب الله يتوفيق جزاك الله خير
شيخ سائل كم فلي لهي مبر مني بنات أنا الصوم واجب لي ولي لهي إن عن صوم سنة عن صوم وحكم ورعفن إن إذا علىها حديبة أعلان إذا علىها لقى مقرم ولو أفر كرمس مساجدة بسوق أيها الحمد لله مسألة صوم سنة عن صومي كرانو واجب لي ولي لهي ها هدوسا وقتك واجب كحرير يا وقتك واجب كهدو واسع يا هاي مثلا بشر رمضان صوم كي كاتري وقتك سوى الى رمضان كاري هدي اللي سوى قارا شعبان اخر كادي ما الما اقول لمنا اين واجب كي كبا بدنين سنة مسوى بكتي وهي واجب كي وقتك اذا سوى عجر يبي وصوى يرادي انت سنة كان احد يسيئ كاري ee waqti waajib iyo sunnaba ku filan u haray inma yahay waajibna waa soo bi kartaa sunnada waa soo bi kartaa waxa labadoo xiriirii kara in waqtigaas adigu nadar sooniya aad gashay oo waqti xadiday oo xilliga ila xilliga inaad soonta aad nadartay xilligi sunnaba soo bi kartay waayo adaa u qoondeeyo nadar ku galo soo isku waajibiyay waqtigan soonba iskara wuxuu la mid noqonaya maalin ramadaan sunnaba soo bi kartay كيراي واجبية باكوين هذا معنى كان أدوك الصوت اسكو واجبية السوي عن كسو قادنا وحاتري بشا شعبان طبعاً كوه الرياد نذر كوكا شيء إناد صوته صوم نذر واجبوي سنة ما سوي بكرت وهي هذا طبعاً كان اسكو واجبية هذا حد دي واجب كينا هذا أقوي مركا الصوم كو واجب كي هدو الصوم وقت واسع هايستي هينا سنة والله داري كرات هذا الوقت اللي سكوبي هاي وبسجبة كوير يهينا صنعة واجب كام ما تكاي سواش الله هاي سألوا مني إلى ساعتين هاي إذا على سوا أذاك إذا عدها أبو ما أفرق الله ما بقى الصحيح أذاك إذا عد أذا شرع ما أذاك إذا عد أذا شرع ما مرة رهبة أجيب هي أنا أتكذب آخر إذا أنا ما بها كي شرط يا حما هلا يا أبو أرى يا أنا إذا تكسر أذان ما هي من أذان أذان هو عبادة عبادة النية يوبا عنده إذا عدم ينية ده ولذلك هذا ترى رب هذه ودين له أذان كذا عدم ما لقى دبر لها يا وحن كل يرى أن عم إذا نود إذا عدم دين يوتها وإلا أن أذان شرع مقر ماي هذا ترى هذا عجلد هذا سجود أخرى قرآن سجود ما رسول مرع قرآن عن نجيسان يو عجلد هذا ما سجود إياه وحن قلنا إن هذا سجود إلا المقر قف قرآن أقرأ إياه لو سجود إياه أصل هو عجلد ولو سجود أدنا مرحك دي بها سجود قراءة قف قرآن أقرأ سجود إياه إياه قف إياه أقرأ إياه إياه ما سو عجلد ما ها سجود مركز هذا سجود إياه أذان كان عن كتب أحكامها كتب راتيه هم يوت أذانك عجل ذاها إذا عدو أذانك شرع عامها هذه وقت غير الصوم قري أذو أذوبته أذان لو ما أفر إيه وقت غير الصوم قري لو أفر أذان كينا وحب أذين كان لغا إيه شروط إيه أدار إيه شاهد المقر عجلت شاهد ما كشا شروط ما لغا إيه إيه ما بالغ ما ما عاقل ما ما مسلم ما أحكام بلا ما أخذ دبق ما ينين وأحكامتي شرع اللوتشي دي صادرت أحكامتي آذان كقفك آذان يا مسلم كبالي غاها يا مرخاتي قال يا أحكام تاسي إذا عد يا حضي إذا عد عد ورا الكمبيوتر كرك إذا عدها صنع الصغر بحالين كما كان السحر قرآن آخر يا صاحبي برنامج يا بروكرام بالو ركبي وعلى غاك السحر كمبيوتر آخر يا كمبيوتر كي صات الله يدبو قدبنا يا آير آير كوما هاوذ ومرينا يا ويسكى آخرنا يا صاص درتين أحكامتي قفك حي نور لسي قادم ماشي بالله توفيق جزاك الله خير خير الجزاء شخص أيضا يقول لي قدر تموتك لقب الحنا قفك ويلك أنا بتكلمتها في مساء ويا سؤال شو لبق قفك هي ما مهبيك اللي يدك إنه بريسي يوم حوز معنا حوم كيس محوية هاي سؤال سدحان هم المسبوق هذا يا هذه ما آدم كو آدم هو آدمه آدم كل مغلوم آدم هو دمين لا آدمه خوفك عن تدوري مجوجينا يا مسوس كسيبه
su'aalaha sheekhu waa igu badiye waan kala halmaamaya qofka habeenkii niyada halmaamay soonkiisu maa saxayo cumuumka xadiidkaana tilmaamaya man lam yumayiti siyaama min alleyli falaa siyaama lah qofkaan niyad ku baryin habeenkii soon uma jiro ama kasa uga tago ama kama halmaan uga tago waxay ku kala duwanayaan midna wuu dambaabayaa midna ma dambaabayaa qaadihii baa laga rabayaa nasiyaanka iyo halmaankuna waajib ma ridee dembigu ridaa dembigu kaa cafiyaa saa darteed salaada waqtigeedii haddaad halmaanto salaadii baa lagugu leehay maada dambaabin kasadaad uga tagtana salaadii lagu lahaa dembi baa kuu dheeraanaya ya qofka cunnada laga bixinaya qadarkiisu mud bay culimmadu dhahaan mudkuna afar mudoo la ysku daray baa saac isku ah wa saacu ah biarbacati amdaadin bay dhahaan saac iyo suuskii laba kiilo iyo badh baa qiyaasaha dhexa ugu badan laba kiilo iyo badh afar u qaybi afar meelood meel waa 625 garaam waay marka 625 afar ku dhufo waay mise 2500 oo garaam waa yana saasaa marka xisaabta ayay qiimaha mise waa calculator in la qaato intaan calculator noo imanin korkaa laga xisaabin jiray sife eberra la tuuriyo zerooyin la tuuriyo nambara ku dar qofku saanti u dhegaysto buu soo saari jiray haddaa sideed sideed ku dhufo haddaad tiraahdo calculatorku baarbaari markaa waa laro korkaa laga xisaabin jiray marka 625 haddii afar lagu dhufto 2500 garaam waay waa 2 kiilo barkii saa darteed 2 kiilo barkii saac ahayd afar mud u qaybi mudkii wuxuu noqonayaa 625 625 soddon beri ku dhufo waa imise yaa inoo xisaabay sideed iyo toban kiilo sagaal iyo toban iskale sagaal iyo toban wax yar dhimo waay sagaal iyo toban kiilo noqon bishu soddon hadday noqoto intaan in la fahmay waan u malaynaya su-aasha taxshaa maxay adoo raashinka bartan kaga jira hadii lagugu aadin waa joojin cunnada waa joojin cabitaanka waa joojin waxa af ku haysana waa tufu hada saxiix daahirka qur-aanka wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum lkhayt labyadu min alkhayt alaswadi min alfijri cuna u caba ilaa ay caddaato hadday caddaato waa gaayadii oo lama wadi karo sunnada nabiguna calayhi isalaatu wasalam waxay tilmaamaysaa laa yamnacannakum adaanu bilaalin min saxuurikum adaanka bilaal usan suxuurteediin diina fainahu yuadinu bileylin fakuluu washrabuu xataa yuadina bnu ummi maktuumin ilaa uu ninkaa indhool kaa aadaamo iska cuno gaayada cunnada nasan iyo kitaab iyo sunnaba la berneeyey waa ilaa halkaas akhbaarta ku timid iyo aahaartu aahaartu xujo ma aha aayadna maaha xadiidna maaha ijmaacna maaha daliilna maaha saa darteed aahaar iyo aqwaalu saxaaba xujo wax taxriiliso wax taxriilisa ma aha gaar ahaan daahirka naska kitaabka iyo sunnada hadday khilaafto wax ka soo qaad ma laha waxaa soo haray xadiidka arrintaa ku soo arooray xadiidka matnigiisu waa munkar waay hal xadiidka inuu intaasoo nusuus sunna iyo kitaab iyo uu khilaafo gariibna lagu wariyo inan kutubtii saxaax ahayd aynan warinin asbaabaha lagu garta xadiidka wahmi inuu galay bay ka mid tahay markay culamaadu xadiidka hadleen marka aniga waxaan isleeyahay war kitaabka iyo sunnada iyo daahirka nusuustu waxay isku raacsan yihiin cunnadii iyo cabitaanku fajarka dhashay ku egta kadib ha la sii wado qawaaciddii nusuusta kitaabka iyo sunnada wax khilaafsan way majmuuca aahaarta dadku ay soo gurinayaanna waxaan kitaab iyo sunno ku soo aroorin baybaan xujo iyo sharci ku ahayn meel kitaab iyo sunno ay khilaafayaan wax loo soo xashriyo oo loo soo tumamay tumama yaallo wabilahi tawfiiq jazaak allahu khayran khayran jazaa sheekha saa-ilku wuxuu leeyahay wadida iyo midida soonka ma guriyaan alxamdu lilah maya ma jabiyaa soonka wadida iyo madida hadaba idin fasiro madidu miim marka la akhriyo miim iyo waa umay kala duwan yihiin
من مرك الله آخر يوم وقفكم مركو درين شهوة قياش أو قاضم شهوة دينا أي شابتو أما أي مدة صعته درين كيو نعم باي ما دبيه شهوة عليه نعير وتشيد مية باي ما ده أنت عين لفهم أنا مرينا يا تاسوا مدود ومدي ما لينا ده مين بعد آخر يوم كوا كله لتوه الآخر يوم ودي قال لي هذا يدالك لا بشر بيتي ما ده كاري ذا كذا شهادة نعاني ما دوي وحاك الله يتي ما ده عريس ما كان قادر نعاني ما دوي نعان كاسي وكدوي يهي كان شهوة ذا الله سعودة أما كدن بايا أما كهر ريهر دعوة رقي يدومر بمذي كان شهوة ذا الله سعودة وإليه دومر كونة وقبضا يهي الرقى عربت حكمها ما هي جرتي كل فحل يمذي وكل أنثى تقضي والله يقول مالوك الدو على اسكم معه هو يكون كجب ذي هاي رجع مركز سكر الله آخر يوم قسم الرطوبة المفرج المرأة اللي يرادو الرعاء كان دو مرة صون كم تشي بيو أحكام تيس أحكام البول معي كهذا صون كم تشي زين وأن الجاسة برك يشرك ماشي قارته والله قد أقع ويسدنا ويشي بيسا أنت وأنت كهذا ولا يتوما ولما نجاسة عن تكاد يبقى خفيف سيئة وبالله توفيق جزاك الله خير لبدأ سؤال الضغطة بيسوها المرحة سكر معينة شيخنا سألين كلية هاي بيشي أوردن هالمر من ييسان كرا وحاك الله عصان صوم قب دم بيادة للسميك وعلقته بكير من روح راحة الحمد لله بشرصون هالمر من ييسان كرا ميع على الصحيح على الصحيح ما كان قول هذا علوم هذا قارب خلاف صلى صوم ك معلمه سلمت مع صلاة رجع هذا عبادات كوا الله عبادات سكحرا وانكلا أصحي كريم إلى إسرائيل هل نياك في اللات صلاة ما كملا عمرة ما كملا عمرة أركان تدي لا سوى الراعي سمع صح ما كلا أصحي ويسكو أصحرا صلاة الركوع ده صوا أصحري سجود هذا الراعي من إسرائيل يدير ويبريزا عمرة طوافك وصوا الصحي سعي هذا الراعي ويبريسا حجك عرفك وصوا الصحي هذا الطواف ده طوافك كدرن وبريا أعمال أركان تدو إسكو الصحدون كلا الصحن عمل واحد إلا مت هاي وهل هي واحد أعماش كلا الصحدنا سيد الصوم كنا بدول بجار تسوي صوم كشلي هذا الصوم تي أو كوا الصحي وما أنت كاتشوا شلي بيوسامي شان كاتشين ماي ماني والبا وعبادة كل جد قارو تاعن وباللعبتة هبلكين لبرية عيدا نبي عمر كله ما الله بيوي تصيام من الليل صون كني كان هبلك كبرين ديونين ظاهر كيسو ماني والبا هبلين قار إلى هذا هل هبلين ومالبي صون فمن كورا الحياة يمشيرو صدرت وصفي هبلك نيدا لبرية عها هل هبينو صونكي أو تن وذاقو وهو ضبري أي مجلو سادت على الصحيح والعبادة الصحيحتان كيدون اسكو محرنا مذو البقار كيدو ماري والبقوتها غي هاي قار كيسو النيو قبا هاي هاي وحي إساقة تبيان يساقو قار كو يهي هذا شروط يأصح إرالي السنة يساقو قار ويهي كان يكان اسكو محرنا لبضا مع الموت لكن والعبادة إصدابة صعطة ونشرد إسوهاي سادت النيو دو إكلا دوانتا هاي وبالله التوفيق سواء كان الله توبت كريم سواء كان الله عافية ذنوب تمرك ورا الله بينك بين قيب مايا وهي حقوق آدمها مايا عفس به بعض تبديك بشيء تبع حماتي ضدت إلى آخره أصل إن الله عافين وين وحديث باوحوها الدواوين الثلاثة ديوان الواسطح وحكم إذا الديوان لا يغفره الله يسأله مرنا قد عافين ومحوها حقوق ضدت كمان وذلك شروط التوبة حق ضدت كمان كلا ضدت وبتكاليه انتي كلامك اللي جايب السري عفينا الدين الدوين دي ستوان قرآن كون سنة النبي وحيران شهدتي عبادات كان بضم إلا السمعين يأصلكم ذنوب حقوق ضدت كمان الله من عافي حديث المفلس أخر نبع إيمانا بجبال من صيام وصلاة وصدقة
بور وحلا أجو بورا ووينو أجر صلاتي أجر صوم الله يمنيا طب كي بعدي ما كان هو حنتي كان هو ع كان حرو كقاتي كدي بكدادي صوم بس وكذا الله ما نافين سو مارد بور يصوم كه صلاة هاي ما نافين قيمت الله يسوع نافين ما يا أصل الله سبحانه وتعالى قف كي نورالي قريو هذه غير سكر كهذا عافية دي الرحمة دي سعيد حجرين كرتمارا لكن أنت قواعد الجوية نصوص وتلمام يسون كفهمي كروما شريعة قيم تصوهرتي والله حق الله يعني. كبائر هي الصغائر كوه وين كوه يرير كوه يرير والله نافع فرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وارد من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وارد وحصوهر قيم صدحاض ونحضوه كبائرنا حق الله لنا ما لو ضاف يا وحب الله قال ما تشيل الى هو كنا في كرايو حديث العموم كذا ولا فهم كرا انا لو ضافنا وا لا يا بايو احاديث سو كلا وحا جرت ما كيسا لو شيري ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اشتريت الكبائر لي هو وين هذه اللي اسكدايو هو وين هذه اللي اسكدايو قيم تاسي وقيم خلاف نكتشرو لا بد الوجبة احتمال شيء لها كرتوية تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى. Thank you.